اهلا بكم من جديد مشاهدينا. سابدا هذه المره من السعوديه ومن تبوك تحديدا مع هذا الخبر. توقعات لهطول الثلوج وبحسب التوقعات الخاصه بالارصاد، ولكن سننتقل الى هذه الصور ونتحدث تفصيليا عن هذا الخبر. هذه الصور تظهر لنا التساقطات الثلجيه التي كانت على منطقه تبوك، على مدينه تبوك والمحافظات المجاوره ايضا خلال الايام الماضيه، والتي شاهدناها خلال النشرات الماضيه سويا. الان نتحدث عن هذا الخبر، حيث سجل درجة الحرارة في منطقة تبوك هبوطا في معدلاتها اليومية من بداية الأسبوع الماضي ما بين 5 درجات فوق الصفر إلى 1، وذلك في الفترات الليلية، إلا أن المرتفعات غرب مدينة تبوك كجبل اللوز بقيت محتفظة بدرجات تحت الصفر. وقد عمت الأجواء الباردة مدينة تبوك والمحافظات المجاورة كما ذكرنا مشاهدينا وصولا إلى محافظة تيماء، وتجمدت المياه وتحولت إلى صقيع. كما توقعت الأرصاد أن هطول الثلوج على مرتفعات تبوك ستستمر خلال الأيام القادمة. هذا ما نقلته صحيفة الرياض اليوم بناء على توقعات الخاصة بالأرصاد. ننتقل إلى صنعاء ونسب رطوبة مرتفعة 68%، سرعة رياح هادئة 6 كم في الساعة خلال 10 ساعات القادمة. أما عن الأجواء والأحوال في شبه الجزيرة العربية، انخفاضات في المناطق الوسطى، ولكن هناك ارتفاعات طفيفة في درجات الحرارة عن اليومين الماضيين. حتى هنا المناطق الوسطى انخفاضات في درجات الحرارة، هناك ارتفاعات طفيفة في القطاع الغربي من شبه الجزيرة العربية في المدينة جدة مكة المكرمة تستقر عن 30 درجة مئوية. نلقي نظر على الجانب الشرقي، الكويت تنخفض إلى 13 درجة مئوية، المنامة دون 20 درجة مئوية، كذلك الحال في الدوحة، أبو ظبي تنخفض إلى 22 درجة مئوية، أجواء غائمة كليا في جدة ومكة المكرمة، غيوم جزئيا. ننتقل إلى الرياض ونختم معها، نسب رطوبة منخفضة 13%، سرعة رياح 9 كم في الساعة خلال 10 ساعات القادمة، سرعة رياح هادئة جدا لا تتخطى 20 كم في الساعة.